مهم جدا بنتكلم واحنا مدربين، لما بتتلعب الكروس لازم يكون اجزاء ال 18 متقسمه صح. يعني الكره ديت لو لو اتلعبت قصير شويه ممكن جدا كان كهربا ياخد القريبه، صحيح. بعدي لو راحت اللي ورا كان ممكن يكمل وياخد لو عدت من كهربا، لو راحت ابعد شويه هتروح لقفشه، صحيح. لو راحت على البعيده قوي هتروح لجاي. الانتشار مهم جدا، مش ثلاث لعيبه مثلا من النادي الاهلي رايحين على العرض القريبه وسايبين الفاضيه، فالانتشار مع العدد ده مهم جدا، صحيح. وده ياكد كلامك يا كابتن هاني ان الفكره دي اتعملت كذا مره. يعني احنا جبنا اللقطه بتاعه لعبه قفشه حضرتك قلتها في الدقيقه الثالثه، وبعديها حتى برضو ولتر بوالي ضيع واحده. الشوط الثاني اتعملت ثلاث مرات في اول 10 دقائق من الشوط الثاني، فيوضح لنا ان ده تكتك من الجهاز الفني، صحيح. مش اللعيبه نازله تعمله بشكل عشوائي، صحيح. من نفسها. وبالتالي ياخدنا للرقم المهم اللي النادي الاهلي عمله في الكروسات الكرات العرضيه خلال المباراه. النادي الاهلي عمل 25 كره عرضيه، وصلت الكره لزميل داخل منطقه الجزاء ل 14، وبالتالي بنتكلم على فوق ال 50%، ده عدد كبير جدا. طبعا جدا جدا، وطبعا اكيد الاحصائيات كمان اللي معانا بخلاف البوزيشن، طبعا الاستحواذ 68 32، عدد التمريرات طبعا مفيش اي مقارنه. لا كمان بنتكلم على البوزيشن، بتتكلم على 694 تقريبا، 700 تمريره مقابل يمكن 300 تمريره، فانت بتتكلم في استحواذ بشكل هايل. وكان الحلو كمان يا كريم كان استحواذ ايجابي بالظبط. ويخلينا كمان يا كابتن هاني ولينا رقم مهم جدا النهارده في تحليل كره القدم، هو الاكس جي او الاكسبكتد جولز. بمعنى بالزبط. النهارده الناس بتحسب، يجي يقول لك اوكي انا النهارده عندي الاستحواذ، عندي عدد الكروسز، عندي الشوتس على التارجت والحاجات دي كلها، بطلع رقم اسمه عدد الاهداف المتوقع، نسبتك ان انت تقدر تحرز هدف كام في الميه. النادي الاهلي 2.3 2.3، ده رقم كبير جدا بسبب ايه؟ بسبب الارقام اللي احنا رصدناها لحضراتكم. لكن المريخ السوداني نسبه انه كان يحرز هدف في مباراه امبارح 1.4، وده رقم اكيد بنتكلم يعني النادي الاهلي زياده ما يقرب من مره ونص بالظبط، لا مره واحده. وبالتالي ده بيفسر لنا ازاي الجهاز الفني بيغير من اسلوب لعب النادي الاهلي، ازاي الجهاز الفني وبيتسو موسيماني وعقليه الجهاز الفني كلها بقت عقليه هجوميه، بتخلينا في بدايه دور المجموعات نقدر نتقدم بثلاث نقاط وبفوز جميل جدا. وكمان نفسيا بالنسبه للمنافسين بيشوفوا النادي الاهلي عمل وان سايد جيم، فاكيد لما باذن الله نلعب المباريات الجايه كل منافس يجي يلعبنا هيعمل حسابات كتيره في امور التاكتكس بتاعته اكيد.